اغرب طريقه كيطيب بها البيض. ما تخيلش صديقي اللي قلت لك بان الطين هذا كيطيبوا به البيض، هذيك تعتبر الاخوان باللي اغرب طريقه كيطيب بها البيض، وفي نفس الوقت اسهل طريقه وافضل طريقه. تبع معايا الفيديو غادي تشوف بان هذا البيض كيطيب الاخوان بواحد الطريقه اللي هي سهله وبسيطه وطبيعيه. كيف ما كنشوفوا هذا الاخ تبع معايا كيشد هذا البيض الاخوان، كيحضر واحد الطين وكيدير في وسط منه هذا البيض هذا، وكيدير في وسط الرمله، والبيض غادي يطيب في الرمله. الاخوان غادي يطيب في الرمله، وهاد الناس الاخوان راه ما شاء الله ما بالك دايرين المشروع. كاين واحد الناس كيمشيو لهاد البلاصه هادي غير على اساس باش ياكلوا هاد البيض هذا اللي طايب بهاد الطريقه، اللي طايب في الرمله كيف ما كنشوفوا بهاد الشكل هذا. يعني الناس ما بقاتش باغا تاكل شي حاجه اللي هي طايبه على الغاز او لا طايبه في الزيت، ولاو باغيين ياكلوا البيض الاخوان بهاد الطريقه كيف ما تنشوفوا. والسيد ما شاء الله ما بالك يغسل لك البيضات، لان داك الطين ما خصوش يبقى يقيس لنا داك البيض ديالنا. وما شاء الله اللهم بارك البيض كيتصدق شي حاجه اللي هي رائعه الاخوان. الفكره الثانيه الاخوان، واحد الفكره اللي هي رائعه بزاف ديال الناس غافلين عليها، هي بالنسبه للتسويه ديال الارضيه الاخوان. كيف ما كنعرفوا احنا اللي بغينا نسويو الارضيه ضروري كنستعملوا فورما، ولكن هذه واحد الفكره اللي هي رائعه اللي كتجيك واحد الارض اللي هي